طبعا بنحب ان احنا نلتقي مع بعض كل فترة، وجدت النهاردة انه من المناسب جدا ان احنا نلتقي مع بعض علشان خاطر نديكم بعض الاخبار المهمة، واهمهم خبر مهم بالنسبة لنا، واكيد هو ده السبب ان احنا قلنا لكم تيجوا تشرفونا النهاردة علشان خاطر بمناسبة طبعا ان احنا انتهينا من تقفيل شهر يونيو، بمعنى اخر 30/6/2018. بناء على ذلك طبعا بيبقى عندنا من ضمن المؤشرات اللي بنتكلم فيها بصفة عامة مع بعض واللي بنحب نعلن عنها، وكما تعلمون احنا كدولة وكحكومة وكوزارة بنهتم جدا بان احنا يبقى عندنا شفافية. وكنت دائما في الفترة الأخيرة كتير كنت بلتقي بيكم، وكنا بنتكلم على الأرصدة الخاصة بالشركاء الأجانب، وكنتوا تتكلموا معايا تقولوا لي الرصيد بقى كام، أقول لكم ملكوش معايا كلام إلا في 30/6. ليه؟ لأنه ده زي الحساب الجاري دائن مدين، وما نقدرش نحدد الموقف النهائي إلا بنهاية العام المالي. فإحنا السبب إن إحنا قفلنا العام المالي وقدرنا ان احنا نطلع الرقم، وحبيت ان انا ابلغه لكم بنفسي بدل ما يجي لكم بيان صحفي تقولوا الوزير ما بيشوفناش، اديني شفتكم وهقول لكم الرقم. رقم كام بقى؟ ده المهم. الرقم بقى 1.2 مليار دولار. رصيد الشركة النهاردة في 30/6/2018 1.2 مليار دولار. هذا الرقم يفوق الرقم اللي كان في 30/6/2010. 30/6/2010 كان 1.350. النهاردة 1.2 مليار دولار. معنى كده ان احنا التزمنا بالسداد المستمر والوعود التي وعدتها الدولة والحكومة والوزارة وهيئة البترول بان احنا ملتزمين بسداد مديونات الشركة في الفترة من 1.350 في 30/6/2010 إلى أن وصل ل 6.3 كما تعلمون في 2012، ثم بدأنا نسدد سنويا لغاية لما النهاردة وصلنا ل 1.2 مليار دولار. هذا الرقم طبعا يعتبر رقم قياسي ورقم غير مسبوق، ويهمني جدا ان انتوا كنتوا تسمعوه بنفسكم ونعلنه للعالم كله علشان خاطر نقدر نطمن كل العالم، مش بس الشركاء الاجانب وكل المستثمرين اللي بيعملوا مع مصر، لانه الحقيقه التزامنا بتخفيض هذه المديونيه بيدل على مصداقيتنا، بيدل على ان احنا بنحترم الشريك، بيدل على ان احنا حاطينه في الاولويه الاولى بتاعتنا. الحقيقه من النقاط الايجابيه في هذا الامر ان احنا طبعا زي ما شفتم لما بدأنا نخفض المديونية على مدار السنين بدأتوا تشوفوا ان استثمارات ابتدت تتدفق في هذا القطاع، ويمكن كان من اثر ذلك شفنا اكتشافات جديدة وشفنا اعمال جديدة في عمليات التنمية للحقول المكتشفة سواء في البحر المتوسط او في الصحاري الغربية او الصحراء الشرقية او غيره. فاحنا الحقيقة اهمية هذا الخبر للعالم كله ولشركائنا الاجانب ايجابي، علشان خاطر احنا النهارده زي ما انتم عارفين في المرحله اللي احنا طرحين مزايدات عالميه فيما يخص هيئه البترول والشركه القابضه للغاز، علشان خاطر بلوكات مطروحه لاعمال البحث والاستكشاف. النهارده مع اذاعتنا لمثل هذا الخبر والتزامنا في 30/6/2018 بتخفيض واستمرار في تخفيض هذه المستحقات يجعل من المشجع والمتوقع انه يكون في مزيد من الاقبال على الدخول في المزايده. احنا طبعا المؤشرات المبدئيه بتقول ان في اهتمام كبير قوي من الشركاء الاجانب في مشاركتهم في هذه المزايده العالميه، وان شاء الله بناء عليها يكون في فرص اكتر لمزيد من دخول شركات جديده ودخول شركات
كانت متردده مثلا في الدخول، وده يخلي انه احنا نبقى فعلا زي ما بنتكلم على التكامل فيما نقوم به حاليا كاستراتيجيه قطاع بترول. مش بس ان احنا بنتكلم على تنميه الاحتياطي وزياده الانتاج المحلي من البترول والغاز، وكمان ايضا بنعمل على ان احنا نشتغل على المركز الاقليمي للطاقه، وده كله مش هيجي الا مع التزامنا الاكيد بجديه التعامل مع المستثمرين والشركاء الاجانب في هذا القطاع الحيوي. احنا النهارده مع استراتيجيتنا في زياده الانتاج المحلي وزياده الكميات المكرره محليا من خلال معامل التكرير، وموضوع قانون الغاز الجديد زي ما انتم عارفين تخلينا كمان نشتغل على المركز الاقليمي للطاقه، ويبقى النهارده المستثمر بيجي يشتغل وعارف انه النهارده الفاتوره بتاعته بتتسدد، وكمان بيتسدد جنبها زي ما انتم شفتوا من المستحقات القديمه. وبالتالي احنا النهارده بنتكلم على نقطه مهمه كانت دايما كل الناس بتتكلم فيها، سواء المؤسسات العالميه، سواء مؤسسات التقييم العالمي، سواء مؤسسات التصنيف العالمي، سواء المؤسسات المقرضه، او حتى البلاد والدول اللي كان اللي عندها شركات بتستثمر في مصر، كانت دايما بيبقى هذا الموضوع بيبقى عندهم شايلين همه، وبيبقوا بيتساءلوا كيف هتقدروا ان انتوا تستمروا في الالتزام بسداد الشركة، لان دي عامله مشكله. فاحنا كنا بنقول دايما ان احنا ملتزمين، والحقيقه ان احنا استطعنا على مدار الكام سنه الاخرانيه، يمكن الاربع سنين الاخرانيين زي ما انتوا شفتوا نزلنا نزول جامد، والحمد لله. لما بنقول ان احنا لما كنت بقول ان احنا في خلال سنتين ان شاء الله هننتهي من هذه المديونيه باذن الله، اعتقد ان احنا ماشيين في الطريق الصحيح، وباذن الله هنقدر نوصل لهذا الوعد باذن الله قريبا. الحقيقه احنا هنا لازم نقول ان احنا عاملين شغل جامد في هيئه البترول او في الوزاره او في الحكومه علشان خاطر نقدر نحقق هذه الطموحات ونحقق هذه الوعود باذن الله تعالى. فانا الحقيقه كنت مهتم ان انا ابلغكم هذا الخبر بنفسي، ويبقى احنا النهارده يعني الحقيقه لما نقول ان احنا خفضنا من السنه اللي فاتت للسنه دي النص، لان كنا السنه اللي فاتت مقفلين السنه لو تتذكروا ب 2.4، النهارده 1.2، يبقى نزلنا 50% من مستحق او الرصيد اللي كان مستحق السنه اللي فاتت. ده انجاز في حد ذاته، وزي ما بقول لكم ده يعتبر اقل رصيد منذ 2010، مش بس منذ قيام الثوره. فانا الحقيقه بهذا كنت يعني ده الخبر الاهم، وانا هسيب لكم المجال لعده اسئله لو تحبوا. اتفضلوا.